اطفي الكونديشن جد الدنيا برد لا على فكره الدنيا تمام انا بردان طب خلو الاسي شوي شغال <applause> ما حدا قال لك تلبسي جوزات هبه اخذه غفوة <applause> 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 انت ايش رايك؟ بدنا نطفي الكونديشن ولا ما نطفيه؟ انا بحكي نطفيه خفت من جحرتك صراحه حسيت <applause> 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 خفت منك لا تتذكروا جحره الام هاي تبعت آه. بدنا نشغل الصابه لا مش هيك ما بدنا نشغل الصابه لا بدها تشتغل عن لما يكون في جيران مع القرصه هاي صدقوا التعصب اللي عندنا كله طلع من وراء اهالينا يعني شوف صراحه معك انا ها سؤال طلعتوا الشتوي ولا لسه؟ ايوه انا انا اكيد واضح علي اني طلعت الشتوي <تصفح> وانا كمان <تصفح> <جتب جرزان. تصفح> انا من اول ما غيبت امي طبخت عدس ونزلت الشتوي والله عن جد بتحسوا انه شتة شتة صيف صيف, صيف. خلاص صح <تصفح> 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 اسمعوا بتلاحظوا انه زمان كان الشتاء يبلش ابكر يعني كان الشتاء يجي بشهر تسعة هلا عم بيجي بشهر 12 ويلا يلا اصلا تشتي ايه عن جد حتى شوب كمان كثير فكتير غريب الإشي وبيحكوا العلماء انه هذا الموضوع كله من الاحتباس الحراري اللي عم بيصير في الدنيا أيوة وكله هلا احتباس حراري <applause> واعملي مظاهره وفوتي زي ما عملوا بلندن معك سطل ادهان ولخي فينا ما, <تصفيق> <فعلاً>. <تصفيق> ما كملت ما كملت ما كملت اليوم نرحب بالمشاهدين اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديده من برنامج اصحاب, <تصفيق> <تصفيق> <أه> اليوم موضوع بعدين. حلقتنا لا استنى <applause> موضوع حلقتنا اليوم عن التعصب حلو واضح <applause> انه موضوع حلقتنا عن التعصب صراحه <applause> واضح اللي كنت بحكي لكم انه الاحتباس الحراري اللي هو سببه الانسان فالانسان كثير اخر فتره للاسف عم بيعمل اشياء بتخرب في البيئه ما تخليش احكي كثير في البيئه حدا ياخذ مني علوم البيت <applause> <applause> حدا ياخذ مني المايك بس عن جد صراحه والله معك حق والله عن جد تحسوا كل شيء هيك تاخر يعني حتى الشتاء عم بتاخر ليجي والصيف يعني انا من محبين الصيف نفسي يطول، امكانيات حياتي يطول انا كمان صراحه انا ما عندي مشكله يطول الصيف ويخلص الشتاء، انا عندي مشكله بانه بدي اعرف شو البس تطلع الصبح تكون الدنيا موت شوب فجاه بنص اليوم ترتر صح بتصير بدك تسكر الكونديشن زي ما لازم يطفي الان لا خليه يا عمر ان شاء الله شوب اسمع طب عشان انت بهدلتني قبل شوي فانا حابه احكي لك انا مش متعصبه ومش بدي افوت لك على البيئه بس في اصدقاء ونشطاء بيئه شايفين اللي عم بيصير بدم بدمر الكوكب وما ننسى انه قربنا نوصل 8 مليار نسمه كناس موجودين على الكره الارضيه يعني الموضوع صار لازم بده تفكير شوي وهلا في نشطاء البيئه بفرنسا دخلوا وخربوا لوحات مثل لوحه الموناليزا في متحف اللوفر ولوحه عباد الشمس في معرض لندن الوطني وغيرها الكثير وبرروا افعالهم بانه هاي الطريقه الوحيده ليلفتوا انتباه العالم للقضايا البيئيه يعني صار كل حدا بده يوصل قضيته يخرب اكثر بصراحة ليناردو دافنشي قاعد في الزاويه وبعيط <applause> انت اليوم <applause> مالك علي متعصب يا عمر <تصفيق> <تصفيق> لا لا بالك لي بالكم طولوا لي عليك سوالف انا بحكي لكم معلومات عامه <applause> وجدت هم كمان هذول كل ما يجدوا يعترضوا على شيء بيمسكوا صوت الهدهان وبروحوا بلخوا لقوا شيء فيه هذيك المره كانز شوربه ولا مش عارف شي مش هي شو شيء شو عملوا فيه؟ على اللوحات هاي آه زي, <applause> زي حرب الطماطم <applause> زي حرب الطماطم تذكروا؟ ول لا بس تعرفوا انا شو اللي ببريطانيا هنيك العالم صاروا فاتوا على السوبر ماركت وصاروا ياخذوا قال كل شيء انه هن بدهم يصيروا نباتيين فاخذوا كل شيء هيك منتجات اجبان والبان ولحوم كبوه على الارض خير لو يصير الشيء هالشيء عندنا هون انا بختفي صاروا العالم نباتيين انا بختفي طب <applause> ليه <applause> بختفي خلاص هيك متعصب اه نسيت نسيت انه احنا متعصب تعصب يا هبه ركزي هبه شعبك عصين انا عشان مو متعصبه فما بتخيل حدا انه يكون زي هيك لا عشان الاونديشن عشان الكونديشن مأثر على خلايا الاونديشن لازم ينطفي الاونديشن عشان تعرفي تفكري من اول وجديد مقدوس انت التعصب للراي او التمسك فيه حتى لو كان صح او كنت متمسك بقضيه انت مقتنع فيها بصير غلط لانك انت بتعصبك هذا بتاذي الاخرين صح ولا لا؟ صح صح لا, لا صحيح صح طيب نروح نشوف شو مواضيع حلقاتنا حلقتنا لليوم يلا يلا معنا اليوم في برنامج اصحاب الدكتور ليث العبادي كيف نتعامل مع اصحاب الاراء المتعصبه؟ في فقره ضيفنا العزيز الدكتور ادم البطاينه للحديث عن الطب والسوشيال ميديا والممثله سلسبيله تجربتها الفريده مع مسلسل مدرسه الروابي للبنات جلود حيوانات غريبة تستعمل في الملابس معدانه طيب خلينا نطلع فاصل واكيد لسه في عنا كثير مواضيع وقصص استنونا ورجعنا بعد الفاصل مكملين مع أصحاب التحيز والتعصب للرأي أو لقضية ما كيف نتعامل معها لنحكي أكثر عن هذا الموضوع بنضم لنا الدكتور ليث العبادي اختصاص الطب النفسي أهلا وسهلا دكتور نورتنا من جديد تحياتي كيف حالك يا دكتور دكتوري من الأسبوع الماضي آه لهذا له الأسبوع أنا ما كنتش موجودة بس آه يعني أوكي. للأمان أوكي أنا وسهلا ولكم باك أهلا وسهلا دكتور السؤال الأول <applause> <applause> كثير بنسمع انه مثلا بيحكوا للاولاد انه انت متعصب زي ابوك كثير متمسك برايك زي ابوك كيف هيك طالع زي ابوك هل هذا الشيء احنا جد نورثه من الاهل ولا شيء بيجي مع الايام والحياه يعني هلا العند او العناد قد يعتبر سمه من سمات الشخصيه أوكي. فكل حدا بتلاقيه عنيد لدرجه معينه او مرن لدرجه معينه والشخصيه بتتكون من الجينات زائد الذكريات الذكريات مين صنعها واحنا صغار اهلنا صح فجزء كبير نعم ممكن يكون هو سمه عناد اكتسبها الشخص من والد والده ووالدته، بس برضه احنا ما بنطلع على الموضوع هيك بضيق، والد والده ووالدته من وين اخذوا هاي السمه؟ في في مفاهيم وافكار جايه من من المجتمع بشكل عام، جايه من التربيه من كثير شغلات بتخلي الشخص تمسك كثير برايه، هلا في ناس جزء منها انه اذا انا غلط فانا لازم اتعاقب اوتوماتيكيا هيك يعني باللاوعي تبعهم انه انا اذا غلطت فانا في عقوبه او انا اذا غلطت انا راح اخسر فعشان هيك بتلاقيه بقاتل في النقاش بس عشان يثبت انه هو صح اعتقادا منه انه اذا اثبت انه هو صح بالنقاش فهو حصل على فوائد كثيره وحياته راح تصير احسن مع انه على ارض الواقع احنا لما نكون مصرين بس انه نفوز بالنقاش بالعاده الاهداف اللي بدنا نوصل لها ما بتتحقق بان احنا ندايق الشخص اللي قبالنا او نفوز عليه بس باثبات وجهه النظر هاي هذا المتعصب طلع بحزن اه إنه عنده اشياء تاريخ مسبق طب دكتور المتعصب اللي موجود بحياتي تمام انا كيف أحاوره؟ كيف اتعامل معه يعني اذا في حدا متعصب لفكره وخلص متنح عليها زي ما بيقولوا انا كيف اتعامل معه؟ كيف اجاوبه التعصب بشكل عام هو يا اسود يا ابيض فحتى انك تحكي عن واحد المتعصب هاي طريقه تعصبيه في وصف المتعصب لانه المتعصب هو ليس متعصب هو يتعصب في بعض الاراء ولا يتعصب في بعضها قد بالعاده في غالبيه الاشياء بيكون مسك بس حتى التعميم بقل التعريف بوصف شخص معين هاي طريقه متعصب الفكره انه احنا نشوف الجزء اللي كويس والجزء اللي مش كويس باي شيء ونحاول نزيد نسبه هذا ونقلل هذا كيف نتعامل بشكل عام في مهارة آآ آآ رائعة جدا هي جزء من العلاج الجدلي السلوكي اللي تستخدم مع الكثير من الشخصيات اللي قد يكون عندهم تعصب اللي هي بنسميها الفاليديشن او التصديق شو يعني؟ انه بأيدك على انت كيف حاس بعدين بحكي رأيي يعني اذا حدا حكى الكنباية هاي مش مريحة وانا عاملها مثلا وبدي اثبت أنه ما بحكي له لا مريحة بحكي له اه انا فاهم انك انت ممكن تكون مش مرتاح ولكن ايش بالضبط اللي مش مريحك فيها؟ انك تعطي جزء موافقة خصوصا على المشاعر لانه مشاعرنا بشكل عام مش بايدنا فانت لما تروح لواحد يحكي لك انت ضايقني تقول له ما تتضايقش طب ما هو مش بايده ما هو تضايق فمجرد ما انت حكيت له ما تتضايق انت زيادة. خلص حطك كعدو مجرد ما هو شافك كعدو بلشت المعركه لاثبات مين صح اللي هي الطرفين فيها خسرانين بيصير بده ينافس طبعا اكثر من انه بده يتناقش او بده يتحاور بالموضوع. فصدق منو. الشخص حتى اعند الناس امشي معاه ووافقوا على هو شو حاسس وفهمه انك انت عارف انه هو ليش حاسس وهذا لا يعني انك انت توافقه على رايه بس انك تصدقه باشاء باشاعره بمشاعره واحاسيسه بخليه يعني بدل ما انتم هيك عم تتناقروا او تت... تمشكلوا هو انت بتيجي جنبه وتاخذه معك الى شاطئ بحس هذا الاسلوب مش بس فعلا. مع الناس المتعصبه مع اي حدا حدا. احسن اسلوب بالعالم صراحه لا هذا لكل الازواج آه مع آه زوجاتهم لكل الزوجات آه مع, آه زوجات آه مع آه ازواجهم <applause> لما تكون زعلانه تقول لهم ما تزعليش رح تزعل بزياده صح يعني رح يعني. فانت عارف انا فاهم انه اللي انا عملته قد يؤدي انك تنزعجي ولكن انا اتاخرت عشان واحد اثنين ثلاثه اسلوب صغير بفرق صراحه اه طب دكتور هل التعصب دائما صفه سلبيه ولا في مواقف ممكن يكون التعصب شيء ايجابي؟ شوف هذا هذا سؤال غير متعصب غير عن وصفك بكلمه المتعصب انا اسف مش انا الكاتب الاسئله <applause> يا جماعه طلعت على الجهتين طلعت <applause> على الجهتين <applause> انا حكيت لك انا مو متعصب <applause> كل شيء كل شيء في العالم له له جانب جيد بس ما بيكونش اسمه تعصب لانه التعصب هو وصف الجزء السلبي من خلينا نحكي بتغير المصطلح او هيك بس إذا أنت عندك إيمان معين بقضية معينة وأنت دارسها وعارف مهامها وأنت يعني مستمر في الدفاع عنها أو نشر التوعية عنها، يعني أنا مثلا من آخر يعني آخر سنوات كلها وأنا بحكي عن التوعية وعن الصحة النفسية وأعيد مرارا وتكرارا، أعتقد إنه في جزء أو الجزء الأكبر من التوعية وإصراري على هذا الموضوع أو قد يعتبر بعض الناس تعصبي للآراء أو تعصبي للعلم هو بيعطيك زي دافعية داخلية أكثر للاستمرار في إيصال فكرة معينة أو قضية معينة بس بنفس الوقت إذا أنت شديت وأصبحت عم تصنع أعداء أنت تعصبك صار يضر أو حتى تمسكك بالفكرة صار يضر الفكرة نفسها ويكشش الناس منها وبعدها عنها صح, صح على فكره في كثير في كثير اشياء مثلا بتكون ايجابيه كفكره مثلا زي الفيجنزم كثير في امور بتكون ايجابيه بس التعصب الزائد فيها بخلي الطرف الاخر يكرهه ويحاربه بدل ما يفهم من وين جاي او شو نقطة وجهة نظره يعني. أنا ما بنحكيش دائما عن شيء بشكل عام انه هو ايجابي هو سلبي، كل منظومة فكرية معينة لها ايجابياتها الها, إيجابيات إلها سلبياتها، إذا كانت بتناسبك أنت ممكن تمشي فيها ومش شرط تناسب الكل وبرضه هي مش موضوع تناسب أو ما تناسب تناسب باجزاء وما تناسب باجزاء، عم بحاول اكون غير متعصب في شرحي عن بس في شيء كثير انه في ناس متعصبين لعدم التعصب، فبصيروا يتعصبوا على المتعصبين فأنت صرت زيهم عادي ممكن الكل عيدها يكون عيدها عشر مرات وإلك تربح زين <applause> شكرا كثير دكتور عفوا احنا كثير استفدنا دكتور. من كلامك وحبينا هاي الفقره بصراحه دائما فقراتك ممتعه ومستمتعه شكراً شكراً, شكراً, شكرا شكرا كثير دكتور دي. الحمد لله ما طلعت متعصبه <applause> انا طلعت متعصب بس مش اكيد متعصد <تصفيق> عندك <تصفيق> اشياء <applause> متعصبه <applause> <بلأ> فيها واشياء <applause> مش متعصبه فيها <applause> بلأ بلأ شكرا لكم شكرا مره ثانيه دكتور يلا يا جماعه خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل الفقرات ورجعنا مع اصحاب شاب اردني طموح من الطب الى الاعلام وصولا الى السوشيال ميديا وفي كل منها كان له بصمه قويه الطبيب ادم البطاينه اخصائي الباطني من لندن الى برنامج اصحاب نورتنا دكتور شكرا, أهلا شكراً, فيك. شكراً على الاستضافه اهلا كيف بس المقدمه فخمه رهيبه جد هو انا اللي عم تحكوا عنه هذا عم لك صفنت طيب خلينا نبلش بالدراسه يلي يعني ما بتخلص احكي لي دراسه الطب كانت منك ولا انه اصرار من العائله آه. هي كانت شوي اصرار من العائله الصراحه حتى بالبدايه يعني اول سنتين بالطب ما كنت مقتنعة انه انا بدي اكمل اصلا آه. لدرجه اني تركت الطب لسنه أوف. اه <تكلم> <تكلم> لما بلشت المواد تصير صعبه هو بتحس الطب صعب صح؟ اه يعني لقيت حالي انه عم بعمل شيء مش حابه فعليا تركت الطب بس يعني احتاجت هاي يعني احتجت اني اطلع برا الطب شوي عشان اعرف ادي انا فعليا حابب اكمل بالطب حلو <تصم> طب دكتور بما انك عم تحكي لنا عن سفرك وانك طلعت كملت برا احنا موضوع حلقتنا اليوم عن التعصب هل بلندن في نفس التعصب اللي موجود عندنا بالوطن العربي بنسال احيانا هذا السؤال صراحه انا شخصيا عمري ما واجهت تعصب حتى يعني بعد ما الناس يعرفوا من وين انا وديانتي وكذا بشكل عام بريطانيا ما فيها تعصب كثير كبير انا برايي سبحان الله طلع احساسي احساسي ما بخيب ما بخيم. طيب <applause> 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 طيب اوكي هلا شو اكثر شيء بتعتبره انجاز لك كونك طبيب او ريادي اعمال هلا انا طبيب بس برضو عندي شركه ناشئه يعني تقريبا اشتغل عليها اربع سنين قبل ست اشهر خلصنا صفقه استحواذ وهاي كانت شركه ناشئه بالقطاع الطبي حلو فهي من الاشياء اللي كثير انا فخور فيها وكثير انا مهتم فيها وبحاول اجمع بين الثنتين، بحاول اجمع بين كوني طبيب وكوني يعني ريادي اعمال بحاول احل المشاكل بواجهها في القطاع الصحي او مع الناس عن طريق انه الواحد يبدا بشركه ناشئه بتحل هاي المشكله، فيمكن بعرف عن حالي الشغلتين طبيب وريادي اعمال. اه هي هاي بتوتر يعني لما تعرف على حدا جديد، مرحبا دكتور كيف حالك؟ انت ايش بتعمل بحياتك؟ مش <applause> <بس تصفيق> عارف بعمل بس فيه فكر. اشياء عنزل. سبع صنايع والبخت ضايع ولا مش ضايع؟ ضايع <applause> ولا مش ضايع؟ <applause> <ولا مش> ضايع <applause> والله يا اخي <applause> <applause> طيب دكتور انت بتضل تحكي بالمحتوى اللي بتقدمه او بتعطي نصائح للطلاب عن كيفيه الدراسه او احسن طرق للدراسه. طيب انت كثير اعطيت نصائح. ايش النصيحة المفضلة او اكثر نصيحة بتحسها نجحت مع الطلاب؟ اكثر شغلة يعني الناس بيستغربوا منها هي في طريقتين للدراسة تقريبا، هي طريقة الباسيف او يعني نقرا قراءة، نقرا من الكتب مثلا، او انه نمتحن حالنا فنفكر قبل ما نطلع على المعلومة، والفرق بيناتهم سهولة الحصول على المعلومة، لما نقرا معلومة بسرعة من كتاب عم ناخذها بشكل سريع مخنا مش عم يتعب بس عشان نحفظ المعلومه لازم مخنا يتعب شوي فكيف بنتعب مخنا انه نمتحن حالنا قبل ما نطلع على الجواب فنحاول يعني نطلع على المعلومه اللي بدنا نحفظها او على الموضوع اللي بدنا يعني نفهمه نحاول نمتحن حالنا فيه بعدين نكشف الجواب لحالنا وهي الطريقه اسمها Active ريكول وهي يمكن افضل طريقه للدراسه واعلى طريقه للدراسه كفاءه يعني أنا بس أشوف سؤال بمتحن حالي بالبداية إذا بعرف المعلومة ولا لا بعدين بصححها لحالي من خلال الدراسات بتفرجي إنه حتى لو ما بتعرف المعلومة لما تنسأل السؤال وتفكر فيه مجرد إنك أنت فكرت فيه ترسخ أنت يعني صع... خليت مخك يشتغل بعدين لما انكشف عليك الجواب وقتها بترسخ أكثر الجواب بتأكد طيب في شيء هلا كثير طالع هالفترة إنه كثير من الأطباء عم يلجؤوا للإعلام للسوشيال ميديا أنت شو رأيك بالموضوع؟ يعني أنا بعمل محتوى أونلاين على السوشيال ميديا ويوتيوب انا شخصيا بشوف انه اشي كثير حلو انه الواحد ينمي على مستوى شخصي عم بساعد. لا مش بس انه عم بيساعد حتى على المستوى الشخصي يعني, يعني بنمي مهارات ما ما تعلمتها خلال الطب آه وثاني اشي في نقص بالناس اللي عندهم يعني معرفه متخصصه انه ينشروا هاي المعرفه المتخصصه على السوشيال ميديا فبعتقد انه بدنا ناس اكثر من الناس اللي متخصصين بمجالات مختلفه يعملوا محتوى ويكشفوا هذا المحتوى لغيرهم طيب دكتور كورونا او هدول سنتين اللي التغوا من حياتنا كلها بهدول بهذا الماساه اللي صابتنا كلنا في ناس استخدمت الموضوع بطريقه ايجابيه استفادت منه وفي ناس أنا أه على فكرة بكورونا بلشت أعمل لسا بدي أسمع محتوى كي شو كان تأثير كورونا عليك؟ أنا, <applause> <applause> أنا هيك كان تأثير كورونا علي إني بلشت أعمل محتوى عن كورونا بس فعلياً اهتمامي الأساسي مش كورونا بس شفت إنه يعني في حاجة ل يعني معرفة أو محتوى ذا جودة ذو جودة عالية باللغة العربية عن كورونا في بداية الجائحة بعدين الناس صارت تسالني اسئله طبيه اخرى فبلشت اتشعب لمواضيع طبيه اخرى ويعني حبيت الموضوع فانا استغليته بهذه الطريقه طب انا عندي لك سؤال صراحه انا دائما بساله هذا لكل طبيب متخصص بشيء معين ليه باطنيه هلا الناس بفكرون انا اسمي ادم بطاينه متخصص باطنيه <تصفت> نسبه <بلطنية> الى <تصفت> اسمه سمع مسمى بس انا فعليا اهتمامي بالطب بشكل عام هو البريفنشن او يعني تفادي الاصابه بالامراض المتعلقه بالتقدم في فالطب الباطني يعنى بالامراض اللي بتصيب جميع اجهزه الجسم والامراض المزمنه وهذا اهتمامي في الطب فعشان هيك اخترت خلاص امنا بس نكبر <applause> <applause> حنجي عندك طيب دكتور إحنا كثير انبسطنا فيك اليوم وعن جد فخورين فيك كطبيب وكقيادي اعمال واهلا وسهلا فيك شرفتنا حلوه قيادي هاي، شكرا قيادي أعمال <applause> اه شكرا دكتور شكرا, شكرا. شكرا كثير يا جماعه خلينا نطلع فاصل ونرجع نكمل ورجعنا لكم بعد الفاصل مكملين اصحاب رعايه شركه زين عالم جميل تقرير بخوف صراحه دانا شو بدك بهيك قصص خلينا نشوف دانا وافلامها هالرعب يا 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 حسيت حسيت هالجمله ما بتنقرا الا هيك قولتكم هالاواعي اللي انا لابستها من شو مصنوعه الا والا الا ما يكون في حكي معظمنا بيعرف انه الشناتي والاواعي وحتى الاحذيه اللي بنلبسها مصنوعه من جد الحيوانات بس باغرب انواع الحيوانات اللي بنصنع منها هي الشغلات والقصص تخيل عزيزي المشاهد انه السجاده الصوف اللي عندك بالبيت اللي رايح جاي عم تدعس عليها كلها مصنوعه من صوف الخروف الحزين اللي غلبان قوي تخيلوا انه بيتم جز 200 مليون خروف كل سنه لحتى يستفيدوا من صوفاته طب عندك فكره انه جلد الشامواه بيكون مصنوع من حيوان الشاموا بس هلا صاروا يصنعوه من شرائح جلود الاغنام بتعرفوا انه جلد البقر وبالذات الجلد البقري الذكري كثير غالي لانه الجوده تبعه اعلى طبعا بعد تحرياتي انا انه جلد الانثى البقري بيكون حجمه اصغر وفيه عيوب بتبين اثناء سلقه بتعرفوا انه الكفوف تبع الايدين بتكون مصنوعه من جلد الماعز ليش هون السؤال وانا حجاوبكم لانه جلد الماعز بكل بساطه بيكون رقيق وبيختلفوا عن باقي الجلود طيب بتعرف كمعلومه بسيطه كثير انه كينيا نجحت بتحويل جلد السمك ايه جلد السمك لمنتجات جلديه واقمشه كمان تخيلوا عن جد غريب وحتى شركات السيارات قرروا ياخذوا جلود الاسماك عشان يصنعوا منها كل شيء جوات السيارات من احزمه ومقاعد وبلا بلا بلا وبقولوا لك شو نجحت فكره واعتمدوها اغرب شيء عم بصير أنه قررت شركة ألمانية ناشئة أنه تجمع شعر الكلب وتستخدمه بالملابس الراقية على هالحالة ما بيضل عنا كلاب بس كلكم وأنه الغزلان بيستخدموا الجلد تبعه صناعة كفوف العمل ولي على هالغزال ما وقفت لهون وبس وكمان الأحذية سواء كانت صيفية أو شتوية يعني لا حد يدل حدا يدلع حدا عنا أنه غزال وهيك لا لا لأنه بجوز ينذبح لا سمح الله وطبعا بيستخدم جلده كمان بصناعه جاكيتات والشنط كمان. طب الكنغر ابو جيبه عرفتوه؟ يا حرام حتى هذا بيستخدموا جلده بس بيستخدموه لصناعه الملابس الرياضيه ومو بس هيك كمان بفضلوه العالم يلي عندهم دراجات. ليش؟ علل عزيزي المشاهد لانه وزنه خفيف وضد التاكل ومو بس هيك كمان بيعملوا منه احذيه رياضيه. القاطور حدا سمع بهيك حيوان من قبل هو بيتصنف من فصيله التماسيح عدا انه بيستخدموا جلده بالصناعه كمان بيستخدموا اعضائه لصنع العطور الحيه كلنا بنعرف انه جلده بيكون لصناعه الشناتي بس تخيلوا انه بيصنعوا منه جاكيتات بصراحه كثير زعلت على هالحيوانات بس في ناس بيستخدموا جلود هالحيوانات كمان للسحر والبخور والعياذ بالله خليني اختصر عليكم هاي الفقره مو ناقصنا لانه هلا يعني ملابس من جلد الحيوانات تمام اما سحر من فهم. جلد الحيوانات جديده ايه والله انا انصدمت انا صرت ثيابي كلها بخره انا انا مش فاهمه ما ضلش غير يسلخونا احنا بني ادمين <applause> ويعملوا منا كفرات موبايلات عنجد بس في <applause> حيوان ما بياخذوا منه حشره هو صرصور ليه ممكن اعمل جاكيت من صراصير <applause> زي اللي ماخذ من جلد السمك يعني انا ما بشرب <applause> ما زنخ معهم يعني جد صح ما زلنا زنخ بالسياره يعني ما حسيت كيف طلعوا الجلده؟ <applause> تمساح اوكي يعني لا مش اوكي على فكره <applause> ولا كله <applause> كله <هو> غلط <applause> كله بس انه في شغلات في شغلات تدخل هاي يعني هاي خلص تعودنا عليها يعني عشنا فيها صح, صح. زي مثلا صوف وهيك بس في شغلات كثير غريبه بعدين جلد الحية موضة يعني شو شفتي بس في كثير حياة هلا امشي بالشارع <applause> استخدمك عمركم نزلتوا على وسط البلد شفتوا المحلات اللي ببيعوا فستان اسمه جلد الافعى اه بيكون آه اغلى <applause> اغلى <applause> دينارين هذا اغلى دينارين بيكون اغلى فليرتين <applause> طيب عنج... فكرك ليه بيكون اغلى؟ اه لا هون السؤال اكزاكتلي انا جاي تساليني انا اه دانا ليه جلد الافعى اغلى؟ اه عم تسالوني انا شو مفكريني جامعين شيء ما انت فاشني؟ الله يسا. لا يسامحك مو انت بتقدمي محتوى الفاشن <applause> ستايل آه طيب خلص انا برنلكم على على شيء ما في اغلى <applause> لا انا بجاوبكم <applause> يلا. يلا لانه طريقه استخراجه بتحتاج كثير المعدات والوقت والجهد فعشان هيك تدفع انت حق هاي الشغلات يا والله البنت من اول شو ما عرفت فهمانه والله استنى شوي هي الحيه مش بتغير كل فتره لحالها لا هذيك الحرباي اخوي لا والحيه ما بعرف عن الحيه بس الحية مثلا ما بتحسب بطلتي تعرفي عن لا. الحياة يا هبة بطلتي تعرفي عن الحياة شفت ليش انا ما جابتكم؟ بدي اعطيكم شكوى مو منه لا ماشي بس بتغير بس انت لما خلص تموت مثلا انا ما بعرف كيف بموتوها عشان ياخذوا جلدها على اخر جلد بنت عليه حياتها اخر جلده اه 100% ياخذوها ما هي اجهزة من اجهزة خلينا شو الله خلينا ان شاء نحكي عن شيء كثير حلو هلا منه يعني. نشتري اشياء بعيدا عن جد الحياه يا اشياء احلى اللي هو من متجر زين إلكتروني هو اي شوب دوت جو كل شيء الكتروني محتاجه بافضل الاسعار والعروض اللي ما بتخلص، يعني اجهزه خلويه بانواعها مضمونه ومكفوله، واكسسوارات بفئاتها المختلفه، وساعات ذكيه واجهزه لوحيه، وكمان اجهزه منزليه ذكيه وتلفزيونات، والاحلى من هيك اسعار منافسة والعروض ما بتخلص والتوصيل سريع ومجاني يعني بتقدروا تشتروا هدايا لأهلكم ولأصحابكم بس بكبسة زر اسخة وتفاعل يعني انت تقدر تشتري اونلاين وانت قاعد هلا بتقدر آه، هل تشتري لبالك استنى ادور على الموبايل ضاع ضاع يلا على ما انت مش معي مش معي اسمع اشتري انت لدانا هلا عشان خلينا نروح فاصل تمام واشتري لدانا وبنرجع بعد الفاصل بنتناقش خلينا نروح فاصل ليه دبستوني طيب ورجعنا بعد الفاصل مع أصحاب برعاية شركة زين ومعنا موهبة أردنية شابة بلشت مشوارها الفني الجديد بس إلها مستقبل جميل أهلا وسهلا فيكي سلسبيلة نورتي الاستوديو كيف حالك؟ <applause> فضل سلسبيلة وعمر أصحاب وشكله أنا رح أكل هوا تفضلوا تعرف على بعض إحنا عاملين لك مفاجأة واليوم الأسئلة إلك كبا لا بمزح بمزح <applause> <متوس> ما كنتش جاهزة ما <متوس> كنتش <متوس> جاهزة سلسبيله اهلا <أحلى> وسهلا فيكي <متوس> شرفتينا بالأستوديو منورة <متوس> بوجودك <applause> شكرا <concent delivering> <applause> طيب اسمع هلا الناس كلها بتعرف سلسبيله رقية من الروابي رقية من الروابي بس سلسبيله مين غير رقية من الروابي سالسة بس سالسة بس سالسة بس أحكي, جده احكي جد وهيك احكي جد اه لا بس خذي راحتك عادي احنا هون اصحاب اوكي <applause> آه سلسبيلا عمري 24 سنه آه عم بدرس اخراج وتمثيل لي سبع سنين في الجامعه <applause> يعني شوي احس بقى لازم اعيط انا هلا يعني شوي دموع فيني <applause> <applause> لك لي سبع طولت سنين طولت بالجامعه طولت طولت عادي عادي شغل نضيف <applause> <في> الدوات <applause> اها صح برافو بس آه أجلت لأنه يعني مش أنه أنا برص بكل بسيط شكله العكس لا لا سلسبيلة شاطرة بالجامعة كانت ومتفوقة <applause> لا ما بحب الدراسة <تصفي> يعني بحب أدرس الـ يعني بتخصصي بحب أدرس المواد تاعون التخصص تاعونا <تصفي> اي شيء زياده اي شيء زياده ما وعربي وحاسوب اه 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 و... ادراكي الاشي وهدول الاشياء اه اه <applause> اه هاي المواد هاي المواد والله مشكله <applause> خلص ما بفهمها يعني اه مش ما بفهمها ما بروح على الامتحان حلو انا مفروض قدوه ل... لا انسوا 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 اللي حكيته بالعكس انتي قدوه انه انسوا اللي رح احكي كنت انه يعني هاد اكبر دليل انه الشهاده مش شرط النجاح بس انسوا ادرسوا وخلصوا واعملوا بدكم ما دخل طيب الشهاده <applause> سلاح صح, صح. طب احكي لنا في ناس بتحكي انه التمثيل مهنه سهله شو رايك في الموضوع؟ بحب اشوف الناس اللي بيحكوا هيك <applause> واتفاهم <وقد> معاهم <applause> وبحب انهم يجوا يجربوا يعني اذا شايفينه هال... هالدرجه شيء سهل مش غلط انهم يجربوا بعدين بنشوفهم <applause> <applause> عمر ايش رايك انت بما انك انت كمان انا لا عجبني السؤال فعلا اللي بيحكي اللي بيجاوب هذا الجواب انه التمثيل شغلته سهله لا تعال جرب فعلا في تعال اول امبارح كانه ممثلة سوري وفاء مش عارف شو هاي كانت جواب الحاره ناس شو اسمها وفاء الموصلي اتوقع طلعت تحكي انه التمثيل ثاني اصعب مهنه بعد, بعد عمال المناجم صحيح يس يس. حلو. لانه بيستغرق طاقه نفسيه وجسديه صحيح مو طبيعيه هاي اسالي سلسبيل ليش كان يصير فينا بالمسارح تمرمغنا بالمسارح خصوصا <applause> يعني المسرح برضه مختلف شوي صعب مش مش سهل جد صعب طب حسيتي حالك تقمصتي شخصيه رقيه اه جد؟ م. وكيف قدرتي تطلعي منها بعد فتره؟ يعني يمكن ما طلعت بتحمسنا للجزء الثاني <التاريخية> هي اه مثلا حلو <تسجد> تسبيلي وين بتشوفي حالك بعد عشر سنين؟ حس حالي اتش ار انت شو وظيفه يعني دائما <تسجد> السؤال بيكون بعد خمسه <تسجد> لا انا بدي بعد 10 يعني انا مخطط لخمس سنين طب بعد خمسه <تسجد> مبدئيا بكون متخرجه مبدئيا بكون متخرجه اول شيء لازم اكون متخرجه صح <تسجد> آه، انا مسافره ان شاء الله قريبا ان شاء الله خلاص يعني فور جود لل سر 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 يعني مش سر لا بس ناوية اسافر اذا تخرجت <تكلم> لا لا <تكلم> <رح> اتخرج <تكلم> لازم اتخرج <تكلم> خلص ما ضلش عندي امل يعني لا رح اسافر اذا حنيت برجع <تكلم> طب بدك تسافري انه تدرسي تكملي شيء لا, لا هلا مو ناويه هلا مو ناويه اكمل دراسه يعني حاطه في بالي الموضوع اوكي بس مش هلا بدي اخذ راحه بعده قصدي مثلا انا ممكن اروح اسافر عشان اكمل ماسترز هيك يعني هيك قصدي هل عندك اعمال مثلا خارج البلاد مثلا ولا بس مسافره هيك انت عم تحرجيها هي في اسئله مش لازم تجاوب آه عليها. يعني <applause> فاهمه لانه دلاشت. هلا اكيد مش راح اترك كل شيء هون اذا ما في عندي شيء مضمون برا. صح بالضبط. ف سيتم الاعلان عن هذا الموضوع قريبا ان قريبا شاء الله. ان شاء الله استنونا <applause> على عمان تي في ساعه <تصفيق> 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 طيب نرجع لموضوع فتيات الروابي عشان هيك بحمسني. اعطيني أيوة. هيك شويه نميمه صارت خلف الكواليس. نمومه نمومه تفجيريه. نمومه تفجيريه نزلها على السوشيال ميديا. نميمة. سر سر احنا اصحاب هون مش, إن… مش, سر للسيزون الجديد لا شيء هيك خلف الكواليس صار بالسيزون الاول مثلا يما خافت <applause> شو الجو بلا مثلا اكبر تحيه لتيما الشومر يا رب ما تحضر <applause> ايه إسنعي. كان كان الجو باللوكيشن فن ولا ستريسفول هيك تشنج وتوتر؟ لا لا كان فن، هلا انا بتعرفني كيف انا انا اللي انا اذا انا بدخل بالشخصيه <applause> وبضلني بالشخصيه <applause> وبروح على البيت وانا بالشخصيه آه. هذا كلام صح وانا شفته بعيني فا كثير صعب مش كثير كنت اختلط بحبهم بالعكس يعني صاحباتي كثير وبحبهم كثير يعني خواتي بس ما كنا يعني ما كنت كثير كنت بركزي اكثر على الشغل يمكن مش لانه ممكن. انا بدي اركز أوه. انا ما بعرفش اشتغل غير هيك أوه أوه. انه خلص بدخل ان كاركتر بالبيت وبطلع منها بالبيت ايش اكثر موقف بضحك صار معاكي ديورينج تصوير الروابي هذا عادي تجاوبي اتوقع اه بدي اتذكر طيب طيب <applause> اعطيني وقت الجمعة جماعه وترتوني طيب بدي اتذكر ايش كان ضحك. <applause> اوكي اه كان في من اكترية <applause> آه، آه، الكرو كانوا يفكروني جد محجبه اه انا كنت افكر انا وحده من هذا الكرو صراحه فكان مثلا لما بده يحطوا لي المايك او شيء ينادوا بنت <applause> عشان بكون لابسه الحجاب فينادوا <applause> <applause> بنت عشان تركب لي المايك وانا ضليتني مكمله قاعده استمريت <applause> <applause> لسه <نزل> بدي <applause> اقول لك ما حدا طيب اكتشف المعلومه الصحيحه هيك في حدا حلوك. اكتشف باخر يوم تصوير انه انا مش مهجمه <applause> برافو عليه والله كثر الله خيره <applause> زعل مني لانه انا كنت مكمله معه في الموضوع طب <applause> بتوقع هالقد يعني ايش كان الرياكشن تبعكم لما شفتوا كيف ضج الموضوع اول ما نزل المسلسل؟ انت اول شيء كبير الرياكشن صح؟ أنا اول شيء كبير الك صح؟ اه هو شفتوا اوكي شوفي هو م... ما بدي أحكي عنه حلو أو مش حلو أوكي وكان غريب يعني أم... فجأة يعني إحنا نمنا بالليل ما حدش بعرفني غير أهلي وصحابي هذا السؤال أسألها إياه صح؟ <applause> ما حدا بعرفنا وعادي يعني كانت ال... مش عارفة إذا بدي أحكي هيك بس كانت الحياة أسهل شوي آه طبعا أم... صحينا تاني يوم كل إشي مختلف بيوم كل إيه؟ إشي كل إشي فكان ما بعرف إذا كان إشي حلو أو مش حلو بس ما بعرف يعني شعور كان غريب كان فيه هيك إنتي مش فاهمة إنه بدي ولا ما بدي أو لا 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 استنوا مش جاهزة لا استنوا شوي لأنه فجأة كل شيء سريع في آه صار يعني حلو بس غريب قد اخذك وقت لتأقلمتي مع هاي الحياة الجديدة؟ هلا ما أتأقلم؟ أنا لا <applause> لسا ما تأقلمتي؟ يعني عم بحاول اتأقلم بطريقة ثانية. يعني صرت أمنع حالي من كثير شغلات كنت أعملها قبل. وأنا حدا بحب أطلع بشارع وهيك يعني هيك أنا فصرت أحاول أأقلم حالي أنه لا خليكي زي ما أنت عادي يعني. رح تعملي نفس الاشي بس انه الناس حتكون تطلع عليكي يعني بطلت اشوف يعني صرت هلا بسمع اكثر انه هاي, هاي, هاي. هي هي خصوصا بالجامعه كثير بسمع انه بيكونوا بيكونوا بيحكوا عني وانا انا يعني انا <applause> بكون نفسي هيك مره الف عليهم احكي لهم انه طب بس استنوا خلوني اروح بعدين احكوا كثير <applause> كثير <applause> بحس الناس بتعاملوا مع المشاهير على انه هم ما بسمعوا اه <applause> انه عادي آه بقدر انام عليها جنبها او بيطلع لي انام انا حر صح او غير هيك <applause> بس لا انا صرت خلص انه هلا مثلا اشوفهم بيحكوا اروح عندهم اه اه واسلم عليهم انا مره وحده كنت في المول وماسكه التليفون هيك عرفت كيف؟ تصور انه هيك قلت تعال لها تعال تعالي عملت لها فلوج اخذت التليفون منها مرحبا كيفكم انا هبه هي بتصور فيي هيك والله انه خلص يا بتكون بدها يعني بدها تتصور معك بس انه مستحيه او بدهاش اصلا ما بتحبك هي فهمت كيف بس انه بدك بدها تصور عشان تبعت على الجروب انه اه انه آه يعني شفتها مش بعرفها رح تعرفوها تعمل لحالها حالها آه. ترند مره صار معي هيك موقف وانا عم باكل قاعده <applause> في مطعم باكل برجر وهيك وباكل يعني بتصور وبتاكل من من وحده عم بتصور فيه فانا انه هيك طلع عليها انه لا لا لا, 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 لا مش انا عم <applause> سيء ولا شيء سيء طب انا عندي سؤال هالسؤال نفسي اعرفه خليني اسال هيا يلا تفضلي بموت مين اللي انطخ مين طخ اخر الحلقه خليها تحكي لي مين هو هو ما حدش انطخ <applause> آه. فتيات الروابي باخر حلقه مش واحد طخ اخته او طخ صاحبها بس انه ما في شيء مبين بس يعني يمكن اه بس في صوت طلق يعني اه ليه قررتي إيه انه حدا ما ما راح تجاوبك <applause> ما تحاوليش ما رح تجاوبك بس اعرف قال <applause> مين ايش مين طخ. الو احكي لك ورا عم بيسالوني ورا عم بيسالوني اه احكي آه لنا سر احكي لنا سر اه ما اذا سر رح يحمسني رح يحمسك ايش سر؟ انا ما بعرف اه انتوا لسه ما شكل الوضع بالسليم بفتحت الروابي <applause> حلو حبيتك طب اسمعي ايش اغرب اغرب موقف صار معك <applause> مع متابع ايش ايش يا جماعه يا يا طبعا اردفتوني لبرا اكل وشرب وقعدت معه كيفك شو اخبارك والله نورتينا خلص بكفي بدي انا بدي أسألك يلا اه اذا بدنا نلعبها لعبه لسه في لعبه لسه في العاب اه, آه. في لعبه, اسمع انا بدي اسالك سؤال لحظه طب انت يعني اذا متحمس عجل. انا العب اللعبه عشان بدكم ممثلين والله بباري هذا السؤال بس ايش دخلنا انا ممثله انا طب طب بدكم جد والله انا بدي يعني انا بدي شارك بس مع اللي بنت بس احنا هون ما بيحكوا سوري قولي لهم طب عادي عادي قولي لهم بصير بصير بتحكوا سوري صح ده أوكي انت عند بسام المله بسام الله يرحمه بحكي لها انت عند بسام المله مش هو طب اسمعي اه بدي العبك لعبه انت مش ممثله على اساس عامله حالك ممثله طيب راح اعطيكي خبر مكتوب على هذه القصيصة الورق ايوه تمام راح تقراي هذا الخبر عادي بعدين راح اقول لك شو تعملي بهذا الخبر اوكي احنا هنا قاعدين مبسوطين بننسى جاهز الورقه بعدين عمر اه طبعا ولا اه هيها هو ومصفطه ومرتبه وجاهزه تفضلي انصدمت هي كاميرتك اطلع عليها يعني يعني اقراي وطلعي عادي زي كيف كنا نعمل البرزنتيشن واحنا بصف الاول اقرا ونطلع على الجمهور اه هذا اه بفضل بفضل لي تشكيك بفضل كثير من الناس انهم يسهروا بالليل ويناموا بالنهار بس كثير من الابحاث اكدت اهميه النوم والاستيقاظ بوقت مبكر وانه كثير من الناس ما بيعرفوا يغيروا عادات نومهم. طيب هذا الخبر اللي بين ايديكي صح؟ معلومات مفيده <applause> مفيدة جدا <applause> كثير <applause> طيب. هلا رح تحكي هاد زي كانك مراهقه معصبه كثير ومتهاوشه مع امها و... مخرجنا طب ولي بالك <applause> مراهقه اه قد ايه عمري يعني يعني آه 13 14 بدايه المراهقه اللي هاي الفتره اللي ما حدا بحبني ما اه <تصفيق> <تصفيق> اوكي وايش كمان ومعصبه وعم تحكي هذا الخبر لامك لانك زعلانه منها يلا وين ماما هاي ماما انت ماما خفت <applause> والله خفت <تصفيق> <تصفيق> يلا انا امك والله ما انا انا ليه رديت عليك يلا ماذا اطلع عليك لا لا اطلع علي <applause> على فكرة تعرفي انه كثير من الناس بفضلوا انهم يسهروا بالليل ويناموا بالنهار لانه كثير من الابحاث اكدت ام مستني ماما أه، ما هو الابحاث اكدت انه اهميه النوم والاستيقاظ بوقت مبكر بس في كثير ناس ما بيعرفوا يغيروا عاداتهم وماما طب شو رايك انا ماما خايفه زي ما بدك انا بدك يا حبيبي <applause> 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 طيب اسمعي في مع... في معلومه الـ... اوكي اسمعي انت هلا نفس الخبر أوه. رح تحكيه انت أنتي اوكي كثير غنيه وكثير شايفه حالها بالصالون عم تحكي مع المستشير والله ما تلزمك يعني بصير انا اعمله <applause> نعمل تحدي نعمل تحدي يلا ما انا أعمل يلا بس انا ما لقيت احلى من هالجمله يلا احكي هي الجمله كثير طويله بفضل كثير من الناس انهم يسهروا بالليل ويناموا بالنهار كمان بس كثير من الابحاث اكدت اهميه النوم والاستيقاظ بوقت مبكر وانه كثير من الناس ما بيعرفوا حبيبتي غيروا عاداتهم <applause> بدها تروح على فتاه الروابي كيف ليش <applause> <applause> آه, اه اه عم تعمل ايش على, على, <applause> على رأبي <applause> هلا انت بدك تردي عليها انت الانتي الثانيه <applause> اللي بتكرهها مم. ارد عليها بنفس, بنفس الخبر اوكي تعرف من القعده خفت باي بتعرفي <applause> انه بفضل كثير من الناس انهم يسهروا بالليل ويناموا بالنهار بس كثير من البابل. الب... <applause> <applause> بس كثير من الابحاث اكدت اهميه النوم والاستيقاظ بوقت مبكر وانه كثير من الناس ما بيعرفوا يغيروا عاداتهم يما احنا وين احنا جد يم... <تصفيق> حبيب حبيبي <applause> 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 اخر وحده بس هاي أيوة. صعبه ايش؟ اسمعيني انت الان قبل خمس دقائق لا تركك خطيبك <تصفح> <تصفح> انت هلا عم تحكي مع صاحبيتك البست فريند وبتفضفضي لها كثير دائم الموضوع الان بس انه بهذا الموضوع اه عم تحكي لك هذه هاي الجمله اوكي بس الحاله انه الان انت تركت. اه سلسبيله تركك بتعرفي إنه كثير من الناس يفضلوا انهم يسهروا بالليل و... ويناموا بالنهار حسيت رح تبكي في محاله بس كثير من, ال... من الابحاث اكدت انه لازم ننام بكير ونصحى بكير وانه كثير من الناس ما بيعرفوا انهم يغيروا عاداتهم بس والله شاطرة قلت لكم يعني والله راح ابكي اقسم بالله بس عشان حاطه ميك اب ما بدي عن جد الميك اب اغلى بس جد تقدر تبكي انه هلا عادي هيك وانت عم تحكي انه كان في بامكانك اه بس في سر بتشمي بصل تخيلي <تكلم> كل ممثل داير معاه عشان انت فيها بصل لا يعني سوري انه راح احكي لكم هاي المعلومه بس انا عشان عندي جيوب فانا دائما يا ريتني ما فوائد الجيوب الدمعه بتنزل قبل ما تنزل من عيني بتنزل من حلو فما في داعي نعيط سلسلة بالاستديو في شويه تفاصيل مو حابه اعرفها <applause> لا والله في كثير ممثلين على فكره قبل ما يعيط <applause> والله هاي شغله جد تمثيل انه في ناس ممثلين كثير اه 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 بلا صح صح تفاصيل مو حابة اعرفها عشان هيك وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم <applause> خلينا ننهي مع جيوب شكرا سلسبيلة <applause> راح ننهي بنحب نشكر سلسبيلة وجيوبها الأنفية <applause> عن جد شكرا كثير كثير انبسطنا معك اليوم جد. والله اهلا وسهلا حبايبي طيب يا جماعة احنا في نهاية مشوارنا اليوم بدنا نشكر سلسبيلة نتمنى لها كل التوفيق وبدنا نشكر كل اللي تابعونا على شاشه عمان تي في. بنذكركم انه كل الفيديوهات اللي شفتوها رح تكون على صفحات عمان تي في على الفيسبوك وإنستغرام واليوتيوب. وطبعا يعني احضرونا اكثر وشوفونا اكثر عشان نعرف مين نجم الشهر. بنلتقي كل احد وتلاته الساعه سبعة بالمساء. سلسبيله هاي الكاميرا قولي يعني... باي. باي. <applause>